يقال عند دخول الخلاء. انتظري ايتها السيارة حتى يركب اخونا دبدوب. تفضل يا دبدوب. شكرا شكرا يا صديقي شكرا. لا يا عبد الله. ماذا ايها الباب؟ دخول الخلاء يكون بالرجل اليسرى، اما الخروج منه فهو الذي يكون باليمنى. معك حق يا صديقي، فكل مكان سوى الخلاء افضل منه. نعم. اذا ها انا ذا ادخل برجلي اليسرى. ليس قبل ان تسمي الله تعالى وتستعيذ به سبحانه. ومما استعيذ بالله يا صديقي؟ من الخبث والخبائث. وما الخبث وما الخبائث؟ هي ذكور الشياطين واناثها، فالخبث او الخبث واحدها الخبيث، والخبائث واحدتها الخبيثة. وسميت الشياطين بذلك لما لديها من خبث عظيم، ولأنها مفسدة ومكروهة. إذا اسمح لي الآن ونكمل حديثنا فيما بعد. إذا أسمعني ما تقول حتى أسمح لك بالدخول. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ألا تغلق الباب يا عبد الله؟ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.